حابين تشرح لينا وللساده المشاهدين ومحبي قناه النادي الاهلي بكره ان شاء الله اول حلقه في البرنامج اللي هيغطي كاس العالم للانديه، نعرف كواليسه ايه، فقراته ايه، وتدينا فكره عن برنامج بكره ان شاء الله. بكره ان شاء الله هتكون بدايه البرنامج الاهلي في المونديال، هيبقى الساعه 8. انا هكون متواجد من الساعه 8 للساعه 11 يوميا الفتره القادمه لغايه انتهاء البطوله ان شاء الله. البرنامج هيبقى عباره عن كل ما يحدث داخل كواليس الإقامة، فندق الإقامة داخل النادي الأهلي، وكل ما يحدث من فطار. حضرتك بقى عارف الكلام ده كويس، برنامج الفرقة كله فطار غدا، بيبقى دايما في فطار غدا عشاء، محاضرات نظرية، محاضرات بالفيديو، تمرين. عايزين نعمل تمرين طبعا، ده 100%. هيبقى عندنا، اعتقد ان قناه النادي الاهلي وشاشه النادي الاهلي من المفترض ان احنا كاهلاويه ما نقومش من قدامها الفتره اللي جايه، لانه الشاشه الوحيده اللي هتبقى ناقله كل هذه الامور طبعا، كل ما يحدث داخل فندق الاقامه. طبعا احنا مش هنخش في حاجات صعب ان احنا نوريها للناس يعني، لانه في النهايه انت ده فريق وعنده اسراره، والمدير الفني عايز يحتفظ ببعض الامور ويعمل كده، لكن في النهايه انت كانك عايش مع الفرقه ما عدا محاضرات معينه، بدون الدخول، بدون الدخول في ان الفريق يحس بده، ده مهم جدا طبعًا. يعني طبعًا. هو بس مهم جدا علشان الناس ما تحسش ان هو بقى هيبقى فرح يعني، بس مهم احنا عايزين ناكد ده اسهام أكيد. ان هو ما يخص ان اللعيبه مش هتحس بكده، وليها تركيزها طبعا، وليها الجهاز الفني ليه تركيزه طبعًا. ولو في اي حاجه بتتلقط بتبقى بعيد تماما عن تركيز الفرقه، و في محيط ما يساعد الفرقة، بالعكس ده ما يساعد الفرقة إن شاء الله ليه كمان زيادة الروح المعنوية العالية بالزبط. وتحس بالزبط. إن الناس لا موجودة معاهم. حاجة تانية. أنا قصدي إن ما تنقلش ده للفريق بس، تنقل للفريق إن الجمهور النادي الأهلي كل الملايين بيتابعك من القناة دي، وبيستندك من خلال الشاشة دي، وده حق يعني، ده حقه طبعا. هو انت لما تبقى مدير فني يقول لك لا انا مش عايزك تصور، مش هصور اكيد، مليون في مش هقدر يعني، لكن هصور بقى الاجواء حواليك يعني. انا ممكن اطلع بره الاوضه اللي انتوا قاعدين فيها عاملين الفيديو مثلا، وهصور الفندق، هصور الناس اللي بره، هصور الكذا اللي بيحصل، الاجواء يعني. هنعيش جمهور النادي الاهلي في اجواء كاس العالم على قد ما نقدر طبعا. هيكون معايا فقرة ثابتة اتنين محللين، كريم سعيد وأحمد ثابت، هيكونوا معايا دائما خلال الفترة دي، لأن هنتكلم عن أرقام كثيرة جدا تخص الفرق كلها، الخمس فرق اللي متواجدة مع النادي الأهلي، وطبعا النادي الأهلي معانا في كل حاجة طبعا. هنجيب فيديو، هنفصص الفرق للناس يعني، الدحيل ده بيلعب ازاي، ربنا كرمنا وكسبنا يبقى هنلعب بايرن ميونخ، يبقى بايرن ميونخ ده بيلعب ازاي. احنا كده كده هنكون عاملين تفصيل كامل لكل الخمس فرق اللي موجودين، هنعمل لهم تفصيل كامل بالفيديو واهدافهم انالايز على قد المتاح طبعا لينا. اعتقد الدكتور احمد ثابت عن طريق الارقام والاحصائيات والانالايز وكل ده هيكون موجود، بتدي فكره كمان كبيره، بس مش عن فرقه النادي الاهلي اللي احنا كلنا عارفينها، لكن على بقيه الخمس فرق المتواجده يعني في البطوله يعني. بالظبط كده، وده اعتقد شيء مهم جدا عشان تعرف، لان الناس يعني فريق الدحيل كسب الاهلي القطري في كاس الملك اعتقد، او في كاس الامير عندهم 6-0، فالناس ابتدت تقلق، هو ايه ازاي يعني فريق الدحيل كسب؟ ما هو قابله بمباراه في الدوري العام بتاعهم، دوري نجوم قطر، اتعادلوا مع نادي قطر 1-1، قبليها اعتقد كمان اتغلب 5-0، اتغلب 5-0، فبالتالي طب شوف اهلي قطر عامل ازاي يعني، كل ده هنعرفه للناس من خلال التحليلات ضروري. الواضحه والاهداف بتيجي ازاي من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال. دودو اللاعب بتاعهم ده واحد من اهم اللاعبين البرازيلي، ادميلسون ده واحد برضو من اهم اللاعبين التاني اللي متواجد، اولونجا اولونجا كمان، اولونجا طبعا عندهم كبير مجموعه كبيره جدا من اللاعبين، 24 مليون يورو في القيمه التسويقيه للخمس ست لعيبه دول، الثلاثه اربعه دول حاجه كده، مش شراء، ده اعارات كلها. فيعني لا، هنتكلم في هنفصل الامور دي تحديدا ازاي بتحصل. كمان هيكون عندنا في الفقره الاخيره فقره ان شاء الله يعني، بنحاول اهو اليومين دول ان شاء الله يكون معايا حد من النجوم اللي لعبت في كاس العالم، نتكلم معاه عن الذكريات اللي حصلت زي ما بنتكلم انا وحضرتك كده وسهام في الموضوع ده، ونتكلم ايضا عن كل حاجه،
كل ما يخص هيكون معانا نجوم من التحليل اللي موجودين في القناة واللي جايين من بره القناة، نتكلم عن التحليل الفني بقى أكثر عمقا. احنا هنا هنتكلم عن الأرقام مع ثابت وكريم، هنتكلم عن الأرقام والإحصاءات وكم أوفر بيتلعب، لكن هناك هنتكلم مع كباتننا اللي هيكونوا موجودين معانا عن التحليل الفني بقى لكل حاجة من وجهة نظرهم يعني. فهيبقى عندنا اعتقد 3 ساعات، وجوه كل ده بقى عندي مفاجآت كتيرة جدا للجمهور يعني. طبعا جمهور النادي الأهلي على دماغنا من فوق ويستاهل الحقيقة كل حاجة، فان شاء الله هيكونوا هيتبسطوا جدا اتمنى يعني. طبعا انا هحاول نعمل مجهود، فاحنا لازم يعني لازم نديهم جرعة مكثفة الحقيقة. نديهم جرعة مكثفة، نديهم جرعة مكثفة جدا يعني، هنخليهم مبسوطين جدا ان شاء الله. طيب قول لي بقى مواعيده من 8 ل 11 يوميا من 8 ل 11. زي ما قلت لك هنحاول نجيب يعني، احنا عاملين ال 15 حلقة عندي وقت ممكن اخد من 8 ل 4 الصبح، ما عنديش مشكله، بس احنا ممكن ناخد شعار مش هتقدر تغمض عينك، مش هتقدر يعني عندنا حاجات كتيره جدا نقدر نعملها، بنحاول على قد الوقت اللي متاح لينا ان احنا ان شاء الله نبسط جمهور النادي الاهلي، واتمنى ان شاء الله ان احنا نبسطه ان شاء الله يعني. باذن الله كل التوفيق ليك يا رب ان شاء الله، ان شاء الله وجماهير النادي الاهلي سعداء اكيد، بيتك يعني انت طبعًا مش غريب عن النادي الاهلي، فكلنا سعداء بوجودك وان شاء الله نستمتع بك يا اسلام من خلال البرنامج.